فالإيمان بالله هو إيمان الإنسان بمن خلقه، أي أخرجه من العدم إلى الوجود، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، بحيث إنه لو كانت خلايا جسمه جميعا ألسنة ناطقة، وكانت الكائنات أيضا بأسرها كل ذرة منها لسانا ناطقا، وأسعفته هذه الكائنات بكل ذراتها، فكانت مع خلايا جسمه تسبح بحمد الله في كل أوقاته، لما استطاع أن يوفي أقل نعمة من نعم الله حقها من الشكر. فالإنسان إنما هو يسبح في خضم نعم الله، في محيط نعم الله سبحانه وتعالى. حسبكم أن الإنسان في الثانية الواحدة يستهلك من الخلايا 125 مليون خلية، وفي الدقيقة الواحدة يستهلك 7000 مليون خلية في الدقيقة الواحدة، وكل خلايا من هذه خلية من هذه الخلايا هي صفر حافي. لو حاول الإنسان أن يدرس ما في هذه الخلية من عجائب صنع الله لا وقفت حيلته دون ذلك. وكنت قد قلت سابقا بأن الإنسان لو أنه استهلك عمره جميعا في دراسة خلية من خلايا جسمه وما فيها من أسرار خلق الله لا عجز عن الوصول إلى إنجاز أي شيء يمكن أن يعتبر. وبعد هذا اطلعت على مقال كتبه أحد التركمان العراقيين يسمى محمد علي أردوغان، وهو الآن قيل لي عنه بأنه مقيم في تركيا، كتب مقالاً ونشره في مجلة المجتمع الصادرة في شهر ربيع الثاني من عام 1429. المقال هو عن الفلسفة الوراثية، وكيف تنسف هذه الفلسفة النظريات المادية نسفا، وذكر بأن الجزيئة، وما أدراكم من ما الجزيئة؟ الجزيئة هي جزء يسير يسير في الخلية، كما قال العلماء بأن هذا الجزء يقاس بالواحد على المليار من المليمتر. هذه الجزيئة يقول بأنها لو شرح ما فيها من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى لملأت 900,000 صفحة، 40 ضعف الموسوعة الطبية البريطانية التي هي في 40 مجلدا. معنى ذلك أن كل خلية من خلايا الإنسان هي عالم بنفسه من حيث عجائب صنع الله سبحانه وتعالى.